مرحبا مولود ومولودة بشرى السرطان، كيف بده يكون الأسبوع اللي بيبدأ الاثنين 11 شباط فبراير وبينتهي الأحد 17 شباط فبراير؟ هيدا أسبوع بيبدأ ببعض الانشغالات، منتصفه بيتخلل بعض الهدوء والرتابة، وبينتهي بنشاط كثير مهم وهائل حتى إيجابي. بهيدا الأسبوع هنالك طبعا محور القمر بعده ببرجكم، وفي عنا تأثيرات حلوة لا بأس بها من كوكب فينوس يلي موجود ببرج الشديد، لكن بيبعث لكم إيجابيات. كيف رح بيكون هيدا الأسبوع؟ الاثنين والثلاثة القمر موجود ببرج الثور يلي هو صديق لألكم. هون برجع بكرر انه لما نقول صديق لألكم ما معناتها اي شخص من مواليد برج الثور رح بيكون صديق لألكم، لا، عم بحكي عن طاقة القمر لما بيكون موجود ببرج الثور بتكون الطاقة ايجابية. ف اللي بيوصلكم من تأثيرات يومي الاثنين والثلاثة هي تأثيرات إيجابية حلوة لطيفة بتساعدكم، بتقدم لكم يد المساعدة، هنالك نوع من تقدم وانفتاح على مسألة جديدة انتو بتشتغلوا فيها، بتنشغلوا فيها او بتهتموا فيها، وما رح تكونوا لحالكم، رح بتكونوا مدعومين، رح بتكونوا مبسوطين، ورح بتكون الامور ميسرة. الأربعاء 13 شباط فبراير القمر بيوصل لبرج الجوزاء الساعة 11:30 صباحا بتوقيت بيروت، يعني الساعة 9:30 صباحا بتوقيت غرينتش، بيوصل لبرج الجوزاء، يعني معكم فقط لل 11:30 الصبح لحتى تتمتعوا بتأثيرات منشطة. ابتداء من 11:30 صباحا توقيت بيروت وحتى الجمعة 15 شباط فبراير الساعة 4 بعد الظهر، يعني 2 بعد الظهر توقيت غرينتش، الأجواء هادية، الأجواء هادية، الأجواء فيها رتابة، الأجواء بطيئة، بتسمح لكم لحتى ترتاحوا تستريحوا لتتأملوا ندفة تحللوا الأمور وتشوفوا شو اللي صار شو اللي ما صار، لأنه هي الفترة يلي لازم ترتاحوا فيها، تبتعدوا فيها عن الأضواء لتقعدوا بينكم بين حالكم وتعيدوا الحسابات. هي فترة مثل ما قلت للهدوء، وبالتالي ليست مناسبة لتاخذوا أي قرار كبير مصيري أو حاسم، بدكم تنتظروا ليوصل القمر لبرجكم. وخلال هذه الفترة من المستحسن انه اي عمل بتقوموا فيه تراجعوه، اعادة النظر في النتائج، اعادة النظر، اعادة قراءة الاسئلة اذا عندكم امتحانات مثلا، لانه في احتمال يكون في التباسات، تأخير في السفر، في بعض خيبات الامل او الاحباط في محاولات يمكن ما تنجح من المرة الاولى او حتى الثانية. من المستحسن تنطروا كل هالامور تحطوها على جنب و تبلشوا بحسم الأمور أو بأخذ القرارات عند وصول أو وجود القمر ببرجكم. إذا ابتداء من الجمعة الساعة 4 بعد الظهر توقيت بيروت، 2 بعد الظهر توقيت غرينتش، القمر الموجود ببرجكم حتى وكل السبت وكل الأحد، بيعطيكم نوع من عزيمة قوية، بيعطيكم قوة إرادة، بيعطيكم صفحة جديدة، وبيعطيكم نوع من طلة مختلفة، وكأنه مولود برج السرطان قادر انه يبرم ويلعب الأوراق اللي معه اياها بطريقة مختلفة، يقلب الطاولة 180 درجة إذا بدكم تتغير الأمور. دائما لما القمر بيكون موجود ببرجنا قادرين نحن انه نغير وناخذ قرارات كبيره بتكون جريئه، لانه ما كنا نقدر نتجرأ ناخذ هالقرارات بفتره سابقه او بفتره اخرى. اذا الضوء اخضر لكم ابتداء من الجمعه بعد الظهر كل يوم السبت والاحد فيكم تتوقع امور جديده. عاطفيا الاجواء جيده لا باس بها، لا يوجد نوع من تقدم او تغيير كبير، لكن بدكم تنتبهوا لما القمر بيكون ببرج الجوزاء لانه معقول يكون في بعض الالتباسات ويمكن ما يكون في كثير تفاهم بيناتكم، انتبهوا، الجدال غير مناسب ابدا. اي قرارات بتاخذوها هي بدها تكون الجمعه مساء سبت والاحد. عاطفيا حكينا، مهنيا هنالك ضروره للتفاهم مع الاخرين، العمل مع الاخرين، وعدم اخذ القرارات
لما القمر بيكون برج الجوزاء. دراسيا انتبهوا لدرسكم كمان بالفترة اللي ذكرتها تحت تأثير قمر ببرج الجوزاء. الأوفر حظا نسبيا بهيدا الأسبوع بسبب تأثيرات حلوة من فينوس، رح بتكون مواليد 30 حزيران يونيو ل 8 تموز يوليو. أما يلي عندهم تأثيرات من محور القمر يلي يجذب لكم الظروف يلي فيها تكون إيجابية وفيها تكون سلبية، هي مواليد 18 19 و20 تموز يوليو. بدي أتمنى للجميع أسبوع حلو، أسبوع موفق، وما تنسوا تتابعوني يوميا بالأبراج اليومية هون على اليوتيوب، وبطلب منكم الاشتراك في القناة لحتى نزيد عدد المشتركين. ودعكم، باي باي.